ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 27.2 مليار درهم أو ما نسبته 6.8%، ليصل إلى 429.7 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021. وذكر مصرف الإمارات المركزي أن رأس مال واحتياطات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.13% أو ما يعادل 4.8 مليار درهم مقابل 424.9 مليار درهم خلال نوفمبر 2022.